السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء النور، مساء الخير، مساء الفل أحبائي. أتمنى فيديو اليوم بالأسبوع يوم الأربعاء، فنتمنى أن فيديو اليوم يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله، وتكونوا يعني دوزتوا أيام العيد تمام الصحة والعافية إن شاء الله، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال والدعاء. فأكيد فيديو اليوم انتظرتوه بزاف بزاف عاد، فكنا في الأسابيع الفارطة تكلمنا على المواد المسموح بها عفوا اللي ممكن أننا نستعملوها خلال الفصل الحار أو فصل الربيع والخريف، فصل الربيع والصيف، لعلاج تصبغات الجلدية كيف ما كان نوعها. وخا حنا الله يرحمنا هذه الأيام كنعيشوا أجواء جد جد حارة، يعني بحال الأجواء ديال فصل الصيف، فما عندها حتى شي علاقة بفصل الربيع بالمرة. فاليوم بإذن الله أول فيديو عن أول منتوج ممكن أننا نستعمله خلال الفصل يعني الساخن أو الفصل الحار. بطبيعة الحال أنتم كتعرفوا مزيان أنني كنقول من الأحسن أننا نبداو بالعلاج ديال التصبغات الجلدية خلال الفصل البارد، لكن كما كنقول دائما لا يمكن فرض رأيي على المتتبعين وعلى الناس. فبطبيعة الحال كل واحد كيختار شنو يعني كيريحو، شنو كيعجبو، وما أنا هنا إلا لإرضائكم. فاليوم اخترت لكم واحد المنتوج اللي أنا متأكدة 99% منكم ما كيعرفوش، منتوج يعني الشركة المستوردة ديالو ما دارتش ليه إشهار. ف بيني وبينكم أنا كنميل للمنتوجات اللي ما كيكونش مدير ليها الإشهار، ما كتكونش خاضعة ل تقنيات الإشهار، فما كنلقاوش يعني في هذا في الانستغرام، ما كنلقاوش في الفيسبوك، ما كنلقاوش على طالعوا الهابط، كنلقاو هكا في اليوتيوب. فكتعجبني هذه المنتوجات جدا. علاش؟ لان منتوج اللي خالق ضجه، منتوج اللي يعني الناس كتفسد فيه الفلوس باش كدير ليه الاشهار، فاكيد هذا منتوج اللي القيمه ديالو ناقصه. اكيد المنتوج ديالو اكيد منتوج اللي الفعاليه ديالو ماشي حتى لهيه، فيعني هذا المبدا ديالي. فكنقول ان الحاجه المزيانه كتبيع راسها، ما محتاجاش اننا نديرو ليها الاشهار. فمنتوج اليوم هو نيو هانسيان كونسونتري اونتي تاش. فاكيد نتوما هذا المنتوج كما قلت 99% ديالكم ما غاديش يكون كيعرف هذا المنتوج، فقررت انني نبدل لكم شي شويه ونجيب لكم منتوجات جديده باش هكا حتى الناس اللي عمرهم ما استفدوا او عمرهم ما شافوا هذه المنتوجات فيستفدوا منها وياخذوها ويجربوا، علاش لا؟ اكيد الله سبحانه وتعالى غادي يجيب تيسير. لتذكير، المنتوج من اختياري الشخصي، ف ما كندير الاشهار حتى شي منتوج. يعني ملي كنشكر لكم شي منتوج ولا كندرجوا لكم في الفيديوهات، فيا اما كنشكروا لكم عن تجربه ولا يعني حدس مني كنعرف المنتوج اللي كيكون مزيان من خلال الباكاجين، من خلال المكونات، من خلال المختبر اللي كينتمي ليه هذا المنتوج، او كنقول لكم هذا المنتوج راه ما صالحش لكم. فنبداو على بركه الله بلا اطاله، وغادي نتكلموا على هذا نيو هانسيان كونسونتري اونتي تاش. فهاد المنتوج ديال نيو هانسيان علاش اختاريته لكم؟ انكم تخدموا به كعلاج للتصبغات الجلديه خلال هذا الفصل. فبطبيعة الحال أول شرط خصو يتوفر في هاد المنتوجات أنهم ما يكونوش كيحتويو على مادة الهيدروكينون اللي حنا جميع كنعرفو ومتفقين على أن مادة الهيدروكينون لا يمكن استعمالها خلال هاد الفترة من السنة. نبدو على بركة الله نشوفو هاد المنتوج، ومن بعد أكيد غادي نشوفو شنو
الإجراءات والاحتياطات اللي غادي نتاخذوها عند استعمال هذا المنتوج. كذلك غادي نشوفوا الطريقة ديال استعمال هذا المنتوج. ثم اخيرا الناس اللي كانوا متبعين واحد تريتمون اونتي تاش بالهيدروكينون خلال فصل الشتاء، واش ممكن انهم يكملوا العلاج بهذا المنتوج؟ فنبداو على بركة الله مع مكونات هذا المنتوج. اول مكون منتوج نيوهانسيان كونسونتري اونتي تاش، فهو واحد المادة اللي عزيزة عليا بزاف 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 عاد، وهي اللي كانت سبب انني نختار هذا المنتوج كاقتراح اول في فيديو ديال اليوم باش تستعملوه. انتما كتعرفوا العشق ديالي والحب ديالي والتقدير ديالي والاحترام ديالي لمادة العرقسوس او مستخلص العرقسوس المتمثل في مادة الجلابغيدين. فلهذا انا اخترت لكم هذا نيوهانسيان. فمستخلص العرقسوس فعلا جاب واحد النتائج اكثر من هائله، وهذا الشيء راه كتشوفوه نتوما في التعليق غير الناس اللي استعملوا فقط يعني عرقسوس او بودره عرقسوس في الوصفات الطبيعيه. ففريمون جاب واحد النتائج اكثر من هائله، وهذا الشيء انا حتى في الزبناء ديالي ملي كنعطي لهم البودره ديال العرقسوس ففريمون كنشوف واحد التغيير خيالي في البشره ديالهم. فلهذا انا اخترت هذا المنتوج لاحتوائه على ماده الجلابغيدين اللي هي واحد الموليكول جد مركزه عندها واحد المفعول دي بيغمونطون يعني مقشر مبيض، وواحد المفعول خيالي على البقع او التصبغات الجلديه بصفه عامه. كان هذا هو اول مكون او اول ماده مكونه لمنتوج اليوم نيوهانسيان كونسونتري اونتي تاش. ندوزو دابا للمكون الثاني. فالمكون الثاني بهذا المنتوج هو لا فيتامين سي. قادو تقولوا لي وفاء انتي كتقولي لنا ما نستعملوش لا فيتامين سي في هذه الوقيته، فغادي نقول لكم لا فيتامين سي هنا جات بواحد الشكل اللي هو جميل جدا، وبطبيعه الحال فهو ماشي مركز بالفيتامين سي، يعني لا فيتامين سي جاب واحد الكميه اللي هي ضئيله ومخلطه مع مكونات اخرى، فلا ضرر من استعماله خاصه اننا غادي نستعملوا المنتوج ليلا. فلا فيتامين سي اللي جات هنايا في هذا المنتوج جات اون كابسولي او داخل كابسوله، او يعني بحال نقولوا فواحد صندوقه شي حاجه هكا. فقلت بان الفيتامين سي كيجي بحال واحد الكابسوله بحال واحد بحال بغينا نقولوا بواطه صغيره شي حاجه هكا، فكيعطينا واحد المفعول اللي هو فوري على سطح الوجه، باش كيعطينا ديك الاشراقه، كيعطينا مفعول فوري فكيبان الوجه مشرق وبصحه جيده. وكذلك تواجد ديال الفيتامين سي في هاد الكبسوله فكيعطينا واحد المفعول على المدى الطويل، فاش كي رياجي لينا على التصبغات الجلديه وعلى البقع. فتواجد ديالو في هذه الكبسوله كيخليه يكون ذو مفعولين، مفعول فوري فكيعطينا اشراقه على الواجهه، ومفعول يعني تدريجي الا بغينا نقوله كيخترق لنا الاعماق ديال الطبقات الجلديه وكيخدم لنا على تبييض البقع الداكنه المتواجده بالجلد. ثالث مكون بهذا المنتوج هو مستخلصات الطحالب السمراء. هاد الطحالب السمراء تسمى بالوكامي. هاد الوكامي فهي كتوفر على واحد المكون نشط ومكون فعال. شنو كيدير لنا هاد المكون الفعال والنشط؟ فهو كيحفز لنا انتاج الخلايا وتجديد الخلايا، وكذلك كيخلي لنا نتوما كتعرفوا انه خلال مرحله علاج التصبغات الجلديه كيكون عندنا واحد القشور، كيكون عندنا واحد الخشونه في الجلد. فهاد الماده او هاد الطحالب السمراء التي تسمى بالوكامي فهي تقوم بترطيب الجلد وكتخلص
راسنا من هذيك القشور، من هذيك الخشونة اللي كتكون عندنا في الجلد ديالنا خلال فترة العلاج، وبالتالي فهو كيمنحنا واحد الجلد جديد إلى بغينا نقولوا بطريقة سهلة أخرى. رابع مكون بهذا المنتوج هو ليزالفا ميلايت، هي واحد الموليكول استخرجوها من واحد شجيرة برازيلية تسمى بالكونديا. فهاد الشجيره هاد ليزالفا ميلايت كما قلنا هي مستخرجه من واحد شجيره برازيليه تسمى بالكونديا. فهي شنو كدير لنا؟ كتعمل على ايقاف انتاج ماده الميلانين المسؤوله عن ظهور التصبغات الجلديه. فكما لاحظتوا المنتوج يتوفر على او يتكون من اربع مكونات أكثر من رائعة، وكل مكون عنده الدور ديالو على الجلد ديالنا، وكل مكون عنده الخدمة ديالو اللي كيديرها باش هكا تمر عملية العلاج في أحسن الظروف وتتم بنجاح إن شاء الله. غادي ندوزو دابا احتياطات الاستعمال أو كيفاش نستعملو هاد المنتوج، وشنو هما الحوايج اللي نديروهم وشنو هما الحوايج اللي ما نديروهم. أكيد نتوما عرفتو بأن هاد المنتوج ديال نيو هانسيان كونسنتخي أنتي تاش، فأنا كنقول لو كونسنتخي فهو مركز، جد مركز. الحجم ديالو فهو كيجي الحجم ديال العبوة ديال 15 ml. ملي كتكون عندنا واحد الحاجة اللي هي مركزة فأكيد حنا ما كنستعملوهاش على كامل الوجه، فكنستعملوها فقط على التصبغات الجلدية وعلى او على هذوك البقع اللي كيكونوا عندنا في الوجه ديالنا، فما كنديروهاش في الوجه ديالنا كامل. هذه اول حاجة. كذلك ثاني حاجة، فحنا كنعرفوا بان رغم ان هذا المنتوج ما فيش مادة الهيدروكينون، ما فيش الاحماض، فحنا غادي نستعملوه ليلا، واخا هو مكتوب فيه باننا نقدروا نستعملوه صباحا ومساء، ولكن كنقول انا من الاحسن انكم تستعملوه ليلا فقط. واستيوس واحده اخرى انكم تستعملوه فقط 3 مرات اسبوعيا باش هكذا ما ترهقوش البشره ديالكم وما يكونش عندنا واحد اضرار جانبيه بحكم ان الفصل حار والجو حار. فنحاولوا ما امكن اننا نتفادوا اي مشكل ممكن يقدر يكون، لان البشره ديال كل واحد فينا كتختلف على الاخر، فلهذا نحاولوا اننا نستعملوه 3 مرات اسبوعيا فقط. كذلك نصيحه اخرى هو الحمايه الجيده من اشعه الشمس، خاصه اننا ما نديروش واقي شمسي اللي يكون فيه واحد الفونديشن، نديروا الواقي الشمسي بكميه يعني كافيه، نديروا الواقي الشمسي كل ساعه ونصف لي من باب الاحتياط، وهكذا باش تكون الحمايه ديالنا جيده جدا، ونشريو واقي شمسي اللي تكون نسبه الحمايه ديالو عاليه وحتى الجوده ديالو تكون جيده جدا، باش هكذا نتفاداو اي مشكل يمكن ينجم من جراء استعمال هذا المنتوج خلال هذا الفصل. نحاولوا كذلك في احتياط اخر، نحاولوا ما امكن اننا نتفادوا اشعه الشمس، يعني غير كافي اننا نديروا القبعه، نديروا النظارات، نديروا الواقي الشمسي ديالنا ونخرجوا اشعه الشمس اوقات الدروه، خاصه الا كنا كنتبعوا علاج ضد التصبغات الجلديه خلال الفصل الحار. فنتفادوا اننا نخرجوا من 11 صباحا الى 4 زوالا، والا خرجنا فضروري من قبعه ونظارات شمسيه الواقي الشمسي بشكل جيد جدا، باش هكذا تمر الامور ديالنا وفتره العلاج في احسن الظروف. بطبيعه الحال النصائح المعتاده هو اننا ما نستعملوش الماء الساخن لغسل البشره، نبعدوا كل بعد على عمليات التقشير سواء في المنزل او في يعني في صالونات التجميل او في عيادات التجميل. كذلك نحاولوا اننا ما نفركوش البشره ديالنا. كذلك الوصفات الطبيعيه فنتفادوها بالمره، يعني غادي نحدوا يا اما نديروا وصفات طبيعيه او نديروا المنتوجات المعالجه. فالناس
اللي غادي ياخذوا تريتمون، غادي ياخذوا هذا المنتوج، فمن الاحسن انهم يبعدوا على الوصفات الطبيعيه بالمره، لان الجو حار باش غادي نرقوا البشره ديالنا بالوصفه الطبيعيه ونرقوا البشره بالمنتوجات، فهذا امر يعني لا يعقل. فنحاولوا الا كنا غنديروا وصفات طبيعيه، فطبيعة الحال مساله الترطيب فهي بشكل يومي يعني من بعد الوصفه الطبيعيه، فحنا كنديروا الكريم المرطب. ولا كنا من الناس اللي غادي نديروا مثلا هذا المنتوج او اي منتوج اخر معالج للتصبغات الجلديه، فالليله اللي غنديروا فيها المنتوج بطبيعه الحال ما غاديش نديروا مرطب، غنكتفيو بالترطيب نهارا. والليله اللي ما غاديش نديروا فيها المنتوج المعالج فغادي نكتفيو فقط بالترطيب. السؤال اللي غادي يجيني، انا متاكده انه غادي يجيني فتح عليك، وفاء انا كنت متبعه واحد تريتمون اونتي تاش في ليدروكينون، واش ممكن انني نستعمل هذا المنتوج؟ فكنقول دائما ملي كنكون متبعه تريتمون ديالي بليدروكينون، فمن الاحسن انني ناخذ واحد الفتره ديال الراحه اللي ما غادي ندير فيها والو للبشره ديالي من غير الترطيب. غادي تقول لي شحال تقريبا؟ فاضعف اضعف اضعف الايمان 21 يوم، ما كرهتش انه يكون تقريبا واحد شهر 30 يوم ولا حتى 36 يوم. ترتاح البشره ديالي، نعتني فيها بالترطيب بالتنظيف بالحمايه هكا باش ترتاح مزيان، وديك الساعه الا بغيت نكمل بشي منتوج اخر فما كاين حتى شي اشكال. كنتمنى ان المنتوج اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كاينه مساله واحده اخرى ما قلتهاش لكم، في المنتوج هو ياتي بثمن ابتداء من 360 درهم، ف ممكن انكم تاخذوا هذا المنتوج بعينكم مغمضين، لانه يحتوي على 98% من المواد الطبيعيه، بين قوسين تبقى ماده مواد طبيعيه بين قوسين. فكنتمنى ان الاختيار ديالي ديال اليوم ينال اعجابكم، كنتمنى انني ما نكونش تعطلت عليكم لارضاء طلباتكم وارضاء طلبكم في اقتراح منتوجات جديده. بطبيعه الحال هذا منتوج اول ولن يكون الاخير، في قادم الايام غادي نحطوا منتوجات اخرى بالنسبه للناس اللي بغات تستافد جاها هذا غالي او ما اقتنعش بهذا المنتوج اللي حطيت لكم اليوم. فكونوا معنا دائما في الموعد، شرفونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد، ما تنساوش تشجيعنا على قناتكم كوني جميله، القناه الخاصه بالوصفات الطبيعيه اللي غادي نتلاقاو فيها غدا ان شاء الله على يعني نفس يعني في نفس الموعد. قناتكم كوني جميله مع وصفه طبيعيه جديده. اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله.